ورحمة الله وبركاته. كلام الشيخ. الحمد لله الذي اختار لنا الإسلام واختارنا للإسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا رسول الله. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم القيامة، أما بعد. معاشر الأحبة، ما أقام الإسلام سيفا إلا ليضمن حرية الناس في عقائدهم، وما كان الإسلام وهو الدين الحق ليكره أحدا على شيء. يقول الله سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم: وما أنت عليهم بجبار. فوظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم ووظيفة أمته هو تبليغ هذا الإسلام. أحبابنا، ليس الإسلام في قفص الاتهام حتى ندافع عنه، وليس القرآن كذلك في قفص الاتهام حتى ندافع عنه. الإسلام هو الدين الوحيد الرباني، وليس بعده دين لله عز وجل. إن الدين عند الله هو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دين قام عليه آدم وبنوه، فلما انحرفوا عنه بعث الله إليهم نوحا عليه السلام، قضى فيهم ما شاء الله أن يقضي، ثم شاء الله أن يفرق بين الحق والباطل، فأغرق أهل الضلال وأبقى الذين آمنوا. ومضت مدة فانحرف الذين كانوا مسلمين، فبعث الله رسولا آخر لكن بذات الرسالة وذات الدين لا تبديل فيه ولا تغيير. واقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل في كتابه الكريم عن سائر النبيين، بداية من نوح وتثنية بإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، كلهم دعوا إلى الإسلام. يقول الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أيها الأحباب، لا كنا إذا لم نستطع حماية الذي يريد أن يدخل الإسلام. الله أكبر. لا كنا إذا لم نستطع أن نحمي الذين يريدون أن يدخلوا الإسلام وأن نؤمن لهم ما يشاءون من عقيدة. هذه وظيفة الإسلام، بل وظيفة الإسلام تحرير الإنسان من أي فكر يجبر عليه حتى لو كان الإسلام. يقول الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. من شاء فليؤمن إيجابيا في الإيمان، ومن شاء فليكفر إيجابيا في الكفر. أيها الأحباب، هذه كلمة أرجو أن تعوها جيدا حتى تعرفوا لماذا اخترتم أنتم الإسلام، ولماذا لو تحول الناس جميعا ولم يبق إلا رجل مسلم واحد فإنه لن يتبع هؤلاء
وسيبقى على دينه لأنه على أرض ثابتة يقف وعلى الحق وعلى وسبيله يمضي. مضت سنة الله عز وجل عندما يبعث رسولا، يبعثه من البشر ليس من الملائكة. في حد جنبك صاحبي ده؟ لكن البشر يختلف بعضهم مع بعض، فما هي ميزة الرسول حتى إذا اتبعه الناس عرفوا أنهم اتبعوا رسول الله حقا؟ الطريقة التي اختارها الله عز وجل أن يبعث معه بمعجزة، أمر خارق للعادة لا يستطيع الناس أن يأتوا بمثله، بل إمعانا في إثبات الحجة يبعث الله الرسول بمعجزة في نفس ما برع فيه القوم. ففي عهد سيدنا موسى برع الناس في السحر، فجاءت المعجزة العظمى العصا التي التقطت حبالهم جميعا وردت إلى أصلها كما كانت، ولذلك عرف أهل الصناعة أنها ليست سحرا وليس من مثل أعمالهم، إنما هي معجزة لله عز وجل، فلذلك خروا لله ساجدين. بقي موسى في قومه، وشاء الله عز وجل أن يأتي من بعده رسول، فلم تكن هناك حاجة أن تبقى عصا موسى، إنما ذهبت مع موسى عليه السلام كما ذهبت معجزاته كلها مع موسى. لماذا؟ لأنه سوف يأتي رسول آخر بمعجزة أخرى، لكن بذات الدين الذي دعا إليه آدم ونوح وموسى ومن قبلهم الأنبياء. فإذا انقضى عصر موسى رجع الناس إلى الضلال، فيأتي عيسى عليه السلام بمعجزة أخرى. لقد برع الناس يومئذ في الطب، فجاء يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، تعجيزا لهم وتبيينا أنه ليس كباقي الناس، ليس طبيبا، إنما هو من عند الله عز وجل. فلما انقضى أمر موسى ذهبت معجزته. فلما جاء سيدنا محمد والله يعلم أنه لن يكون من بعده رسول، فكان لابد لمعجزته أن تبقى خالدة لا تتبعه إذا ما لقي الله. فكيف كانت معجزته؟ كانوا يطلبون منه أن يأتيهم بآيات كما أتى الأولون من المعجزات الحسية، فيصرفهم عن ذلك ويقول إنما معجزتي الوحيدة هو هذا الكتاب. هذا الكتاب، كيف كان الكتاب معجزا؟ إنه كتاب كبقية الكتب كما يراه الناس، فهل هو كذلك كتاب كبقية الكتب؟ إن القرآن يدافع عن نفسه ولا يحتاج منا إلى دفاع، فإذا كان أحد في ريبة كما يحاول المغفلون أن يستريبوا أو أن يشككوا في القرآن، فإن القرآن تولى الضد بنفسه. قال في الصفحة الثالثة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، إن كنتم في شك أن هذا المصحف كلام الله وليس كلام البشر، فأتوا بسورة من مثله. تحداهم القرآن أن يأتوا بمثله فعجزوا، وهم أهل البلاغة والفصاحة. وتحداهم بأن يأتوا بعشر سور فعجزوا، وهم أهل الفصاحة والبلاغة. وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله زيه فعجزوا. وتحداهم أن يأتوا بصورة من مثله فعجزوا. فماذا صنع الله سبحانه وتعالى لرسوله؟ أبقى هذا المصحف كتابا خالدا يتحدى به الأولين والآخرين إلى يوم القيامة. عجب أيها المسلمون، عجب أن يطالب 95% أن يتسووا 5%. ليست مساجد الله
كالكنائس، ما يفعل بالكنائس، ما يفعل بالمساجد وبرجال الإسلام المسلمين لا يفعل مثله بالكنائس ولا بالأديرة ولا بما يجري فيها. عجب أن نطالب نحن أصحاب 95% أن نتسوى بالخمسة في المئة. عجب، عجب، بل أعجب من العجب أنني لو ذهبت لكي أدخل ناديا من النوادي فإنه لا يسمح لي لأن لي اللحية، وأما أبوهم فإنه يدخل حيث يشاء ويروح حيث يأتي ويذهب. هذه عدالة، هذا إنصاف، هذا حكم. إننا نطالب المسلمين بأن يقفوا الموقف اللائق بهم، الموقف الإيجابي الذي يمكنهم فعلا أن يحموا من أراد أن يدخل دين الله، لا إكراه في الدين، ولكن من أراد أن يحمي دين الله فلا بد أن يكون المسلمون قادرين على حمايتهم. ما أقاموا الجهاد وما رفعوا السيوف إلا لهذه الواحدة، فإذا فرطوا فيها فما جاهدوا ولا أقاموا دينا ولا أعزوا شريعة. أيها الأحباب، نحن نرى أن الحكومة لو كانت عادلة لما كانت هناك فتنة طائفية، وأن الوعي الإسلامي عند المسلمين لو كان قائما ما كانت هناك فتنة طائفية، إنما تستغل هذه الفتنة الطائفية انصراف المسلمين وعدم وعيهم. قل لي بربك أين الولاء الذي بينك وبين أخيك المسلم؟ إنك إذا كنت تاجرا سوف تبيع لأي أحد كما تبيع المسلم. أنت مطالب بالعدل، تعدل، أنت مطالب بالعدل، تعدل إذا عملت يهوديا أو نصرانيا، لكنك مطالب بالفضل عندما تعامل مسلما. لماذا؟ لأن إيمانك لا يثبت إلا إذا أحببت لأخيك ما تحب لنفسك، فما كما أنك تحب أن تكون متميزا فيجب أن وأنت تعامل أخاك أن تميزه. أيها الأحبة، ما ينبغي أن يسكت أبدا ولا أن ينقطع الصوت ولا النداء حتى ترد الأمور إلى نصابها، وحتى يكون الناس على بينة أن دين الله مكفول لمن يدخله. الله أكبر، الله أكبر.